يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. بصوا، الكره النسائيه في مصر فيها تطور واضح وجميل وحاجه ممتعه جدا. بقينا نعرف اسماء لاعبات، بقينا نعرف اسماء فرق، بقينا نعرف عن المنافسات، وبقى في انديه مصريه جماهيريه بدات تخش رويدا رويدا في المنافسات زي الاهلي والزمالك، اثنين من النماذج الرائعه جدا المشرفين جدا في كره القدم النسائيه. ضيوف معايا في هذه الفقره: ملايكة مراد لاعبة فريق سلتديان يونايتد الإنجليزي ومنتخب مصر للسيدات، وأيضا كريمة عوف لاعبة مونستر الهولندي منتخب مصر للسيدات. ضيوفي في هذه الفقرة. ملايكة منورة ومشرفة. أهلا، شكرا. أخبارك إيه؟ كله الحمد تمام؟ الحمد لله كويس. كريمة مشرفاني ومنوراني. ربنا يخليك. عاملة إيه؟ كله الحمد تمام؟ الحمد لله. الأول أنا كنت بتكلم معاهم قبل ما نخش على الهوا، كنت بقول لهم النهاردة إحنا عاملين احتفالية للنادي الأهلي عشان كسب الدوري الرسمية النهاردة، والمفاجأة إن الاتنين طلعوا أهلاوية أصلا. اهلاويه من زمان انتوا شكلكم باين. شفت الاهلي النهارده خلاص حسم الدوري؟ شفت الاهلي ازاي على مدار الموسم يعني لو انت متابع النادي الاهلي؟ يعني انا شايفه ان هو كان مهتم قوي ان هو فعلا ياخد اللقب ده، والحمد لله يعني كسب. كسب. وانت كنت شايفاه ازاي؟ انا ما اتفرجتش على ما اتفرجتش على الاهلي، بس انت بتحبي الاهلي. انا متابعه الاهلي عشان بابا زملكاوي. بس عشان بابا زملكاوي؟ اه. فبتتابع الاهلي عشان بابا زملكاوي؟ اه. ليه؟ عشان عكسه كده. عايزه تعكسيه بس، لكن انت بتحبي الاهلي عشان بابا زملكاوي. اه. طيب شفت عملتها ازاي؟ تعالى نخش في الجد. لكن الاول فهميني انت ازاي دخلتي كره القدم النسائيه؟ بدات فين هنا في مصر؟ ازاي طلعتي تجربه الاحتراف؟ معاكي وقتك تحكي لنا اللي حصل كله. يعني انا بدات العب كوره من وانا صغيره قوي مع اخويا، وبعدين بدات اتمرن مع فرقه ولاد عشان ما كانش في فرق بنات ساعتها. وبعدين انضميت لأكاديمية ايمز، ومن هناك بقى رحت نادي الجونة، وبعدين رحت المنتخب وكده. انت اختصرتي بسرعه قوي. لا الاول قولي لي، رحتي نادي الجونة امتى؟ كان عندي كام سنه وقتها؟ كان وازاي عندي رحتي المنتخب؟ كان عندي حوالي 13 او 14 سنه. وبعدين انضميت لمنتخب الناشئين من وانا عندي 15 16. وبعدين لعبنا من سنتين كده تصفيات كاس العالم، وبعدين اخذنا مع نادي الجونه اخذنا كاس مصر من سنتين برضو وبس. وبعدين انا احترفت السنه اللي فاتت، طلعت عشان بدرس بره في بريتن، فقلت دي فرصه كويسه ان انا اروح اتمرن هناك وكده. قولي لي بقى، لما روحت تتمرن يعني انت رايحه تدرسي اصلا صح كده، وروحتي كملتي مع فريق في انجلترا، فريق ايه؟ اسمه سول دين يونايتد. هو يعني تلت ساعة كده من برايتون. فبدأت معاهم من شهر 10 اللي فات. ومكملة بقى معاهم. تتدربي؟ اه. بدأت مباريات ولا بتتدربي بس؟ لا بدأت مباريات. مباريات. أنا هسهلها، أنا بتوع العربي. بس بدأت من شهر 10 اللي فات. اه بدأت بتشتغلي معاهم. ايوه. انت لسه مع منتخب مصر للناشئات ولا مع منتخب مصر؟ لا انا خلاص عشان عديت ال 20 سنة. مش بلعب مع النشئات خلاص. انت كام سنه دلوقتي؟ يعني خلاص هتم 21 الشهر الجاي. هاي. طيب نروح للاستاذه كريمه. قولي لي بقى، انا عرفت ان انت اصلا عايشه طول عمرك بره مصر، مظبوط؟ ازاي بقى بداتي كره القدم؟ ازاي اشتغلتي؟ لعبتي مع مين؟ مركزك ايه في الملعب؟ بتلعبي في مركز ايه؟ البوزيشن بتاعك في الملعب ايه؟ بداتيها ازاي؟ انا وانا كنت صغيره بابايا كان بيلعب في نادي. فاخواتي الصبيان كانوا بيلعبوا كوره، فانا كنت بروح معاهم على طول وبتفرج عليهم، بس انا كنت صغيره فانا كنت بلعب بالكوره كده عادي تتسلي. اه. فلما كبرت لعبت كومباس، وفي الاخر بدات الكوره وانا كان عندي 16 سنه، يعني مش يعني ما بلعبش كتير قوي. انت دلوقتي برضو عندك 21 سنه مظبوط؟ انا 20 سنه. 20 سنه ماشي. بدات 16 يعني من 4 سنين. اه. اوكي. فبدات الكوره وحبيتها. انا اصلا وانا كنت بلعب كومباس كنت ما فكرتش العب كوره خالص. بس في الاخر قلت ممكن اجربها بقى، عشان بطلت الكومباس ومش كنت عايزه ابطل اتمرن. كنت عايزه افضل اعمل سبورت. هايل. بداتي بقى، روحتي مع فريق ايه دلوقتي؟ الفريق اللي بتلعبي معاه دلوقتي بلعب في مونستر. اه. بقى لي سنه. قبلها كنت بلعب في ديهاخا. البوزيشن بتاعك في الملعب ايه؟ انا الاول كنت بلعب مركز محمد صلاح. اه اللي هو رايت وينج. بالظبط. ودلوقتي بلعب 8. 8. حلو 8 ده. حمدي فتحي بقى وعمر عاشور والشباب الحلوه دي. طيب قولي لي،
ملايكة، الكرة القدم النسائية في مصر شايفاها فيها تطور الفترة الأخيرة؟ شايفة في تحسن؟ عشان احنا زمان لما كان يبقى عندنا بنات أو الناس بتلعب ما بنعرفهمش، ما بنهتمش بيهم، ما بنشوفهمش. بس بما ان الامور تطورت في كره القدم النسائيه في مصر بقينا كلنا تلقائيا بنهتم، انت شايفه او لمسه التطور ده؟ انا شايفه ان الصراحه في تطور كبير قوي حصل في السنتين اللي فاتوا دول من الناحيه الاعلاميه برضو، وكمان يعني في كذا نادي كبير قوي اعلن هو هيعمل فرقه نسائيه زي الاهلي والزمالك وكذا فرقه تانية، فده برضو هيفرق يعني هيعمل فرق كبير قوي في السنين اللي جايه، فدي حاجة كويسة. يعني حتى من زمان من 5 سنين مثلا محدش كان يسمع أصلا عن الكرة النسائية. أيوة. محدش يسمع إن في دوري، محدش كان عارف حاجة، وبرضو عدد البنات كانش كتير قوي. حتى دلوقتي عدد البنات اللي بتبقى عايزة تتمرن كرة نسائية كتير قوي، يعني صح. حتى في مثلا درجة دوري درجة أولى، دوري درجة تانية، تالتة كده، ففي تطور يعني. طبعا أنت لما بدأت كنتش حاسة بالتطور ده؟ يعني كنت حاسة وفجأة لقيت التطور عظيم جدا، عشان فيه اهتمام كبير من الدولة بصراحة إنه التطور في كرة القدم النسائية، بما إن الأهلي هيعمل فريق. بالظبط. هو عامل دلوقتي اختبارات. أيوه. بس عامل هو سن صغير. بس طبعا يعني ده يبقى شرف ليا يعني. صح. فكري دلوقتي، وأنت أكيد بتفكري. هتفكري تلعبي في الأهلي؟ ممكن، بس عشان انا كل حياتي في هولندا. لو العب في نادي لازم اجي اعيش في مصر. فهتبقى صعبه. هتبقى صعبه حتى لو الاهلي، عشان خاطر بابا بس. عشان خاطر بابا. عشان تقولي بابا ان انا لعبت في الاهلي وانت زملكاوي. لو زعل ماشي. لو زعل ماشي برضه. انت جاي ورا النهارده، جاي ورا. طيب سؤالي ليكي ليه علاقه بمنتخبات مصر. انت موجوده مع منتخب مصر للناشئات، حاسه انه في تطور على مستوى المنتخبات؟ احنا شايفين في منتخبات كبيره في العالم، سواء في اوروبا طبعا او امريكا او حتى في منتخبات متطوره افريقيا. شايف ان منتخب مصر الفتره اللي جايه هيبقى فيه تطور كبير؟ اكيد. شايفه لمسه ازاي؟ هو اصلا انا ما كنتش عارفه ان في فرقه يعني منتخب مصر السيدات. انا لسه اعرف من ممكن سنه. فان الناس بقت عارفه ان في فرقه او منتخب مصر السيدات، دي حاجه كبيره جدا. وفي برضو بنات كتير جايين من بره، فاكيد عندهم معلومات احنا ما عندناش المعلومات دي في مصر، ممكن يساعدونا نبقى احسن. صح. مين كلمك؟ مين اللي قال لك احنا عايزينك في المنتخب؟ كابتن محمد كمال هو اللي كلمك. كان اتواصلتوا ازاي؟ يعني هو شاف لك ايه؟ شاف لك مباريات ايه؟ ولا هو سمع عنك فقال لك تعالي للمنتخب عشان اشوفك؟ هو سمع عني. انا كنت بنزل فيديوهات على الفيسبوك وهو شافهم. فهو كان عايز يشوفني في المعسكر. فانا رحت المعسكر واتفقنا واتقابلنا. بس طيب هسألك ملايكة عن طموحك. يعني في بنات يقول لك انا هلعب مؤقتا زي الجمباز كده، انه انا لعبت شويه مؤقتا جمباز، ممكن اخش كره القدم مؤقتا. انت طموحك لحد فين في كره القدم؟ يعني طموحك متوقف عند فتره معينه، عايز توصلي مثلا لحد 25 26 سنه تلعبي كوره وخلاص، ولا عايزه تكملي المشوار؟ لا يعني انا مش هقول سن معين كده كده. بس انا دلوقتي النادي اللي انا بلعب فيه في انجلترا، انا دلوقتي ما ينفعش العب بروفيشنال عشان انا لسه ستودنت هناك. دي لسه طالبه وما خلصتيش الجامعه. هو في قانون هناك ان ما ينفعش واحده طالبه تكون بتلعب يعني بروفيشنال. فانا طبعا لما اتخرج نفسي اكمل هناك واوصل لدرجه اعلى هناك، ولو هرجع مصر طبعا عايزه اكمل مع المنتخب واشوف مثلا نادي الاهلي او كده. ما عنديش مانع. انت حاطه تارجت النادي الاهلي صح كده، ولا تارجت انجلترا ومحمد صلاح؟ يعني هو انت عايشه في انجلترا والناس بتتكلم على محمد صلاح، انت بتشوفي القصه دي ازاي؟ هو طبعا كل حد هناك بيحبه قوي، يعني هما بالنسبه لهم محمد صلاح ده حاجه كبيره قوي. فلما بيعرفوا برضو ان انا مصريه. محمد صلاح اول حاجه مو على طول صلاح. سافرت انجلترا كذا مره، كل ما يعني في الفتره اللي كان فيها محمد صلاح في انجلترا مصري مو صلاح. يعني زمان كانوا بيقولوا على اسماء كبيره عظيمه في مصر. يعني زي طبعا ام كلثوم وعادل امام والاسماء الكبيره دي. بس دلوقتي صلاح. مو صلاح. مو صلاح. انت دلوقتي بتلعبي في هولندا وتقولي انك عشان عايشه في هولندا فانت مكمله في هولندا. لو جالك حاجه بره هولندا حتى لو في اوروبا مش لازم في مصر، تقدري تتحركي ولا انت شايفه انه انا هلعب كوره بس لو انا في هولندا؟ هو انا شايفه دراستي في هولندا. وبدرس بالهولندي. فيبقى صعب جدا، والدراسه مهمه جدا ليا. فانا مش هسيب دراستي عشان العب كوره بره. يعني لو جالي لو ممكن العب كوره في هولندا ماشي. عشان في برضو نوادي كويسه جدا في هولندا.
فانا لو عايزين هناك ممكن العب، بس بره هولندا هيبقى صعب. صعب جدا. صعب جدا. انا عايز اقول لكم حاجه بصراحه، الفقرات زي كده دي بتفرحني وبتبسطني وبتحسسني، بتديني طاقه ايجابيه عظيمه جدا، ومبسوط جدا ان انت كنت معايا النهارده. ملايكه مراد وكريمه عوف، اثنين نماذج مصريات، حاجه عظمه جدا، يعني محترفين ان شاء الله يبقوا نواه عظيمه لمنتخباتنا الوطنيه في الفتره اللي جايه. وزي ما قلت لكم كره القدم النسائيه تطور عظيم. ملايكة انا بشكرك شكرا جزيلا. ملايكة مراد بشكرك، شرفتيني ونورتيني. كريمه عوف انا بشكرك شكرا جزيلا، حقيقي شرفتيني ونورتيني. شكرا.